عملية إزالة إسرائيل عملية معقدة. إسرائيل وظيفة سبقت الوجود، وقت اللي بتفقد قدرتها على أداء الوظيفة بيصير الوجود كلياته مهزوز. المقاومة عطلت قدرة إسرائيل على شن الحرب، فإذا فقدت شيء مهم من وظائفها. بطوفان الأقصى عطلوا قدرة إسرائيل حتى على الدفاع عن نفسها. فمثل ما إنه الحرب على جبهة جرت إلى صراع عسكري على جبهات أخرى، كذلك الأمر هذه لدنة كمان بدها تجر نفسها على كل هذا المحور. هلأ بده 1701، طيب بسيطة، ما هو أقرب لإسرائيل منه لحزب الله، يطلب من إسرائيل، وإسرائيل هو إياها من روبيان هناك. شو الجيش؟ لا، هو ما بيستلم حماية على الحدود، لأنه ما عندنا جيش. بقول لهم يلعن أبوه، هال 22 دولة عربية. أهلا وسهلا فيك سيد نجاح عبر لبنان. أنا بتشكرك على الاستضافة. الله يحفظك. بدي أبدأ معك، يعني للأسف بالحادثة الأليمة يلي تعرض لها الجسم الإعلامي امبارح، يلي أدى إلى استشهاد المراسلة مراسلة قناة الميادين فرع عمر والمصور معماري. بأي خانة تضع هذا الاعتداء؟ ما في شك أنه العدو بيهمه كتير إسكات الإعلام، خاصة الإعلام اللي ما بيسيطر هو على خسائره أمام الرأي العام العالمي. بهذه الحرب كانت هائلة بسبب الدور اللي لعبه الإعلام المستقل. فالأمر الطبيعي أنه يحاول بأي طريقة للتستر على جرائمه أنه يقضي على هذا الإعلام. فهيدي الحادثة امبارح تجي في هذا السياق. الموضوع ما توقف عند فقط نقل هذا الخبر، كثير من المؤثرين شفناهم انتقدوا نوعا ما طريقة التعاطي مع هذه الحادثة. عفوا، يعني كثير من المؤثرين خصوصا فنانين وغير فنانين وإعلاميات وإعلاميين قالوا في دمين عم يسقطوا هودي الصحفيين وهودي الأبرياء في جنوب لبنان، وصار في مشكلة طويلة عريضة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هيدا المنطق عم بيعمموه هودي، مش بس بموضوع الإعلام، بكل إنه هالناس اللي سقطوا بغزة كرمال شو؟ هيدا كلياته لتجهيل الفاعل اللي هو الإسرائيلي. مش بس هيك، لتجهيل حقيقة المعركة الحاصلة اللي هي صراع بين مش بس حماس، بين المحور يلي عم بيقاتل الكيان الصهيوني المحتل بما هو رأس حربة كمان لمحور يمتد من الولايات المتحدة الأمريكية للرجعيات العربية لأوروبا الغربية. في صراع دولي بالمنطقة. هذا العملية اللي صارت وما تلاها هي جزء من هذا الصراع الدولي. بالتالي بمعركة من هالنوع من أجل التحرر الوطني رح بيكون في ضحايا كما صار بكل الحروب، بيروح ضحايا بيروح شهداء. ولكن خلينا نشوف بالمحصلة، في فلسطين في شعب عم بيقول بدي أحرر بلدي، ونقطة على السطر. أمر طبيعي، بيعرف تمام إنه في ضريبة بده يدفعها وعم يدفعها. بس خلينا نشوف بالمحصلة مين اللي انتصر. اللي انتصر هو المقاومة الفلسطينية وامتدادها بالمقاومة اللبنانية والمقاومة بالعراق اليمن. في هذا الصراع هذا المحور هو اللي انتصر، حتى لو بعد ما انتهت اليوم الأحداث في غزة. حتى يعني إلى الآن فيها نقول انتهت العملية. كانت بالفترة الأخيرة هي البحث عن
إخراج يحفظ بعض ماء الوجه للكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني انهزم. هذا لا يعني إنه انتصرنا عليه وراح. عملية إزالة إسرائيل عملية معقدة، ومثل ما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، هيدي معركة بتنربح بالنقاط مش بالضربة القاضية. ما في شك إنه أهمية معركة طوفان الأقصى إنه لأول مرة تضع إسرائيل على أول الطريق نحو زوالها. أما القول إنه كرمال شو عم بيروحوا هالضحايا، بنسألهم وبدون مقاومة، كرمال شو كان يروحوا الضحايا وقت الإسرائيل من 48 كانت ترتكب مجازر مش بس بحق الفلسطينيين، اللبنانيين، العرب إلى آخره. طيب كان يسقط ضحايا كرمال شو؟ كرمال إنه إسرائيل معتدية. هل إنه لو ما تصير هالعملية من قبل المقاومة الفلسطينية ما كانت إسرائيل عم بتقتل الشعب الفلسطيني؟ عم بتقتله. ما كانت عم بتجوعه؟ عم بتجوعه. ما كانت عم بتزج بالأطفال والنساء وإلى آخره في السجون؟ كانت عم ترتكب كل هذا. فإذا مش العملية، مش عملية طوفان الأقصى هي اللي تسببت بهذا الأمر. اللي تسبب بهذا الأمر هو وجود هذا العدو وروح العدوانية اللي عنده. بركي بدون السلام مع العدو الإسرائيلي يلي البعض أكيد مش الكل. ماشي، أي سلام؟ يعني بدك الفلسطيني اللي للأسف عم بحكي بهالمنطق، إنه بدك فلسطيني ما يجوع، بدك الفلسطيني ما يستشهد، بدك لبنانيين يبقوا بأمان، روح بسلام مع إسرائيل. هذا مش خط كان مطروح. أنا معك، كل محاولات السلام وأنا لم أكن معها، من كام ديفيد لأوسلو للمبادرة العربية، دعوات السلام هيدي نجحت؟ حققت شيء للشعب الفلسطيني؟ على العكس من ذلك، بعد كل هالاتفاقيات إسرائيل زرعت الضفة الغربية بالمستعمرات والمستوطنات. عم تحكي عن يهودية الدولة، عم تحكي إنه ما في شيء اسمه فلسطين. فإذا هذا السلام يلي كتير بحبوه تكرم عينهم، فيهم يقولوا لي وين هو ومين اللي معطله؟ بالمقابل أي السلام ما بيقوم بشكل أعرج. يعني إيه، أنا بدي السلام. السلام إنه كل واحد بيرجع من مطرح ما إجا. هالمستوطنين يلي جابوهم من كل أنحاء العالم يتفضلوا يرجعوا مطرح ما إجوا، والفلسطينيين اللي شردوهم لكل أنحاء العالم من بيوتهم من أرضهم من وطنهم بيرجعوا على بيوتهم وأرضهم ووطنهم. هذا هي السلام. كل بين قوسين سلام غير هذا لن يتحقق. حتى هلا مثلا بيقول لك قيام الدولتين. طيب يا خيي اللي وين دولتين؟ الضفة الغربية فيها ما يقارب المليون مستوطن. الضفة الغربية فيها مئات المستوطنات. هولي اللي شو بدك تعمل فيهم؟ هل في مسؤول بهذا الكيان بيقول بدي ردهم؟ لا، بل بالقوى الداعمة للكيان الإسرائيلي. يعني وقت اللي الولايات المتحدة سواء عن ترامب أو بايدن، ما في بالآخر الولايات المتحدة بيعترفوا بأنه القدس الشرقية هي حق لإسرائيل، والجولان حق لإسرائيل، وحيث تقام المستوطنات حق لإسرائيل. حدا يقول لي وينه السلام؟ كل كلام عن السلام هو خديعة، إلا السلام القائم على منطق كتير بسيط وكتير صحيح. كل واحد بيرجع من مطرح ما إجا، تنتهي القصة. سجلت عملية طوفان الأقصى هدف على هذا المستوى؟ يعني اليوم شفنا مئات ألاف المستوطنين بطلوا موجودين لا بغلاف غزة ولا حتى على حدود الجنوبية للبنان،
واليوم فقدت إسرائيل دورة أنا تعطي الأمان لهود الناس أنهم يبقوا محل ما هن كانوا. لك هذا مؤشر صغير، خلينا نحكي بالمؤشرات الأكبر. تفضل. أول شيء هذا بعيدنا، لماذا أنشأ هذا الكيان؟ يمكن ما كتار بيعرفوا أنه فكرة إنشاء كيان يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي، هاي الفكرة طلع فيها نابليون بونابرت بالألف وثمانمية. الغرض من هالقصة كان إذلال المنطقة، استعمار المنطقة، منع من التقدم، منع من التطور، خوفاً من؟ إنه تا يقدروا يسيطروا على المنطقة لازم تكون متخلفة وضعيفة ومشتتة. أنشأوا هذا الكيان، فإذا هذا الكيان أنشئ من أجل وظيفة. ومن هون الوقت اللي أقيمت إسرائيل فيك تلخص أنه كانت عند الغرب هي ثكنة عسكرية، أي حدا بالمنطقة بيرفع راسه وبيبعتوا إسرائيل كسر راسه. طيب من وين بدنا ناكل بالنسبة للإسرائيليين؟ شو بدنا؟ أنتوا وخصكم، نحن منطعميكم، أنتوا بس أي واحد بيتمرد علينا بتروحوا تكسروا له راسه. وهذا ما حصل مع جمال عبد الناصر. هيك بعد 1975 حاولوا أنه عدا أن تكون إسرائيل ركيزة عسكرية للغرب بالمنطقة، أنه لعل نغلفها بأنه نضيف لها قصة أنها تكون ركيزة اقتصادية. وهون طلعت هالمشروعات اللي بنسمع منها وآخر عنها، وآخرها مشروع طريق الهند الخليج السعودية حيفا. بعملية طوفان الأقصى شو اللي صار؟ أول شيء إنه الوهم يلي على أساسه جابوا المستوطنين إنه أنت بتجي من آخر الدنيا، في هوني مظلة مثل البلاد بتحميك انت بأمان إلى آخره، في عنا جيش لا يقهر، اتكسرت. صح ولا لا؟ صحيح. الشغل الثاني انه قدام الرأي العام العالمي كانت دايما إسرائيل هي طبعا ومع الولايات المتحدة مسيطرين على معظم الإعلام العالمي، كانت صورتها أمام العالم غير صورتها الحقيقية. بهذه العملية إسرائيل تعرت قدام كل الرأي العام العالمي، ما في الرأي العام الغربي واللي بيتابع شو صار نيويورك، واشنطن، لندن، باريس إلى آخره، برلين. فإذا وهون معلش قلت لك إسرائيل وظيفة سبقت الوجود، وقت اللي بتفقد قدرتها على أداء الوظيفة بيصير الوجود كلياته مهزوز. وظيفة إسرائيل إنه كل واحد بيرفع راسه بتكسر له راسه. خلينا نشوف في محطتين مهمين. بال 2006 بالعدوان على لبنان فقدت إسرائيل إحدى أهم وظائفها، القدرة على الهجوم. المقاومة عطلت قدرة إسرائيل على شن الحرب، فإذا فقدت شيء مهم من وظائفها. بطوفان الأقصى عطلوا قدرة إسرائيل حتى على الدفاع عن نفسها. ومن هون منشوف إنه مجيء الأساطيل الأميركية والبوارج هيدي ضعفت الكيان، لأنه ضاعفت ثقة المستوطنين بدولتهم. المسألة الثالثة اللي هدمتها هالعملية طوفان الأقصى، وين صار مرفق حيفا؟ وين صار التطبيع؟ بعد في حكام مع التطبيع، ولكن أنا مثل ما بشوف المنطقة مقبلة على تغيرات، على انقلابات عسكرية وثورات وانتفاضات شعبية. الطريق الهند الخليج الرياض حيفا النسف. فإذا وظيفة إسرائيل أن تكون ركيزة لنظام
اقتصادي إقليمي أو لنظام شرق أوسط أمريكا كمان انفقد. يعني إسرائيل فقدت أو تزعزعت أهم وظائف لإلها من هون. أنا بقول لك في هذه العملية إسرائيل وضعت أول قدم على طريق زوالها. نعم. إذا بدنا نرجع شوي للحادثة اللي صارت امبارح، برأيك ممكن تكسر أكثر قواعد الاشتباك؟ ما بعرف إذا كانت بعدها موجودة يعني اليوم بيننا وبين العدو الإسرائيلي. الحادثة حادثة استهداف الصحفيين. لا، حادثة استهداف الصحفيين ما بتكسر قاعدة الاشتباك، يمكن بتحمي المنطقة قصف أكبر من إسرائيل، قصف أكبر من جانب المقاومة اللبنانية، بس هيدي ما بتكسر قواعد الاشتباك. وهون يعني خليني أقول لك اللي صار بغزة، عملية طوفان الأقصى مش بس حماس، هذا اجتهاد. كان في محور مقاومة وغرفة عمليات مشتركة فيها حماس، الجهاد، حزب الله، الحشد الشعبي وأنصار الله، مرسومة بدقة القصة ومرسوم الدور لكل فريق من هذا المحور. ما كانوا بدهم من الأساس يتجاوزوا لإشعال حرب إقليمية. أداء المقاومة في لبنان، وهون فعلا أنا كلبناني بفتخر فيهم، كان مسؤول، رصين، حكيم وشجاع بنفس الوقت. مش حادثة واحدة من هالنوع بتكسر قواعد الاشتباك. بتنكسر قواعد الاشتباك إذا العدو تجاوز كذا أو إذا المقاومة تجاوزت، وهيدي مسألة إلى حسابات. نعم. اليوم سمعنا مصادر بتقول إنه حزب الله سيلتزم بالهدنة يلي توصلوا لها بغزة يلي مفروض تبلش بكرة، برأيك؟ إيه، بتقول لك شيء، الهدنة ليست بين حماس والكيان الصهيوني، الهدنة هي بسياق حرب قائمة بين محور المقاومة والكيان ومن وراءه، والكيان الصهيوني ومن وراءه. فمثل ما أنه الحرب على جبهة جرت إلى صراع عسكري على جبهات أخرى، كذلك الأمر هذه الهدنة كمان بدها تجر نفسها على كل هذا المحور. فمن هون انا برايي انه الهدنه رح تصير بالجنوب. البعض بشوف من المحللين انه ساحه جنوب لبنان مختلفه عن غزه، وانه انهاء الحرب بغزه مش بالضروره تنهي المناوشات في جنوب لبنان. يعني انا لانه كل ساحه الا اذا بدك ورقه ربح لها. انا برايي هذا رايي خاطئ وما في رؤية استراتيجية. المسألة إنه مش إنه هاي ما بتشبه هديك، المسألة مش هيك بتنقص. نعم. اليوم رئيس حزب القوات سمير جعجع طلب من حزب الله تنفيذ القرار 1701 وتسليم الحدود للجيش اللبناني. هاي مش أول مرة الدعوة، جدد دعوته. من كل هالقصة اللي صايرة هلأ بده 1701؟ طيب بسيطة، ما هو أقرب لإسرائيل منه لحزب الله، يطلب من إسرائيل تنفذ القرار 1701. مش هو كتير بيحب القرار 1701؟ وإسرائيل هو إياها من روبيان هناك، أو لك الطيران وقت اللي عم يمرق من فوق بيته طيقصف سوريا، هذا خرق القرار 1701؟ شو؟ ووقت اللي عم تجي هالمسيرات وطائرات التجسس و إلى آخره من قبل العدو، هذا خرق القرار 1701؟ موضوع الجيش، شو الجيش؟
ليه هو ما بيستلم حماية على الحدود؟ لأنه ما عندنا جيش بكل بساطة. ممكن يكون عندك جيش وما عندك دولة. طيب تكرم عينهم اللي بدهم الجيش يستلم الحدود، خليهم يتوجهوا للجيش يسألوا أنت قادر تتسلم الحدود؟ إذا الجيش قال لك بني قادر شو بتعمل؟ اللي شو بتعمل؟ ما كل عمر الدولة اللبنانية اللي قوتها بضعفة مستقيلة من أهم وظيفة أهم دور لإلها يلي هي حماية حدودها، مظبوط أم لا؟ طيب في شعب كان عم بيأكل قتل، على فكرة نحن كنا عم نأكل قتل من قبل ما يكون في شيء اسمه حزب الله، حزب الله ابن مبارح، من قبل ما يكون في مقاومة فلسطينية، من قبل ما يكون في أي مقاومة في لبنان. خلوني يتفضلوا ويعددوا وموجودة موثقة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من 48 ل 68، قديش هي المجازر اللي ارتكبت؟ وين كان الجيش؟ فيه يقولوا لي مرة إنه الجيش رد، مرة واحدة. طيب أنت تارك كدولة لبنانية تاركي شعب عم تقله أنا ما بقدر بحميك، طيب هذا الشعب قال لك بدي أخذ الأمر بإيدي، أنشأ مقاومة. مش المقاومة أنشأت شعب، هالشعب أنشأ مقاومة من أجل أنه يدافع عن نفسه، مظبوط هالكلام؟ خيي أنا مع روحة الجيش على الجنوب ومع سيطرة الدولة، بس نعمل دولة. إذا لا عندنا دولة ولا عندنا جيش والجيش ما بيقدر يقوص خرطوشة إلا إذا سمحت أمريكا للسلاح، سلاح هالسلاح الهزيل للجيش، من وين؟ هيدا بريء ولا مشروط؟ مشروط بأنه عدم الرد على إسرائيل ونقطة على السطر، مظبوط هالكلام؟ إدا قاسي هذا الكلام نحن اليوم بذكرى عيد الاستقلال. خيي كلام قاسي؟ لا، هيدا اسمه كلام واضح. مشكلة مصيبتنا هون هو تشويه الوعي عند الناس، تشويه الوعي عند الناس. من هيك بنشوف ان لبنان كل عمره عم بيدور بدوامة من اللاوعي، لانه اصلا تشوه وعيه بالتاريخ بحقائق التاريخ ما عم بتخليه يعرف كيف يروح على المستقبل. اللي انا عم بقوله هل في، هل هو واقعي؟ هل هو صحيح؟ استقلال شو يعني؟ صار عندنا نشيد وعلم وكل سنة بيعملوا استعراض؟ هدي الاستقلال، هدي الاستقلال. وأهم موظفي الدولة، أهم قيادات الدولة مصنعين عند الغرب يلي هو عدونا. بدك أقول لك بالأسماء تاريخياً ولليوم؟ ما كله. هلأ كنت عم بقرأ بكتاب، هلأ بقرأ شو اسمه، عن العلاقات الإسرائيلية اللبنانية بحقبة من الزمن، بس تقرأ لك فضايح. لا أكثر من رجالات الاستقلالها، وبعدين بتوصل لهلأ الدولة في لبنان، الدولة العميقة في لبنان هي القطاع المالي، مظبوط؟ أهم اللي مستلمين القطاع المالي، البنك المركزي، القطاع المصرفي ووزارة المالية، من وين جايين؟ مين معينهم؟ مين معينهم؟ المخابرات الأمريكية. نحن دولة مستقلة كيف؟ نحن دولة ليست مستقلة، حقيقة مرة ولكنها حقيقة. أفضل نتجرع المر تنعرف نشتغل نتحرر من هذا الواقع من أنه نضل ماشيين بالكذب ونضل نجتر حالنا. والحل من وين بيبدأ لنوصل لاستقلال حقيقي؟ هوني عندك 100 رأي اليوم بالبلد و100 وجهة نظر، أمر طبيعي، بس عم تروح لحد التطرف. كيف التطرف؟
يعني اليوم في مدادات العودة إلى الدولة المسيحية القومية المسيحية، ناس تقول لك فيدرالية، ناس ترجع تقول لك تقسيم. تمام تمام. الفيدرالية والتقسيم هولي طيب على أي أساس بدهم يقوموا؟ بدهم يقوموا فإذا على أساس طائفة. طيب يا حبيبي، يعني بدك تعمل تصفية، المسلم بمناطق الأغلبية المسيحية يا بيموت يا بيهجر، والمسيحي بمناطق الأغلبية المسلمة يا بيموت يا بيهجر. يعني هذه الأهداف اللي عم بيحكوا عنها الطريق لها على الدم، مش هيدي يعني مش تقعد انت وبترسم على الورق وبتطلع معك خارطة، هاي الخارطة بتنرسم بالدم. يلي عم بيقولوا هيك عم بيحكوا يعني عم بيبشروا او عم بيشعوا او عم بيعملوا من اجل حرب أهلية في لبنان. من يريد الحرب أهلية في لبنان؟ امريكا اسرائيل. ال75 مين عملها؟ امريكا اسرائيل. هلا مين اللي له مصلحة غير امريكا واسرائيل في هذه الحرب الأهلية؟ يعني وقت اللي انت حضرتك من اي عائلة؟ يمين. يمين ما بعرف انت بتعرف اذا رجعت لجذور العائلات في لبنان بيطلع عندك نسبة لا تقل عن 75% من العائلات اللبنانية. يعني اذا كانت هيدي العائلة مارونية او هديك سنية او هديك شيعية، هول اليوم هيك، من 100 سنة كانوا غير هيك، من 200 سنة كانوا غير هيك. فإذا الانتماء الديني ما بيعمل فوارق حضارية. ويلي عم بيحكوا يعني ما بدي رد على السؤال، نحن وهن وهن ونحن وما بنشبه بعضنا. اسمعها هيدي، كيف يا ابني ما بتشبه بعضك؟ بشو ما بتشبه بعضك؟ هيدي كلياتها بركب السلوك. السلوك ايه السلوك؟ خلينا نشوف كيف السلوك. يعني اذا قصدك على اللي صار وقت سفاره عوكر واللي حكي استاذ شار جبور. استاذ منيح. سفاره عوكر مين اللي حرق هنيك؟ المسلمين او مجموعه متظاهرين شو ما كان لونهم؟ صحيح. طيب ب 17 تشرين تسكير الطرقات وحريق، مين اللي حرق؟ حدا راح برا عليهم واخذ هوياتهم؟ صار حرايق كتير؟ هول كانوا مسلمين ولا مسيحيين؟ واليوم هيدي مسلمين ولا مسيحيين؟ ف اللي طيب اللي صار ب 17 تشرين المسيحيه حرقوا تنفترض جدلا، واللي حرق امبارح المسلمين، طيب شو سلوكهم بيختلف عن بعضه؟ وقت اللي صارت الحرايق ب 17 تشرين وامبارح اللي استنكروا هالشيء كانوا مسلمين ومسيحيين ولا كانوا مواطنين لبنانيين ضد هذه الفوضى؟ فاذا ماشي نرجع للموضوع الهدنه في غزه. برايك بعد 4 أيام او 5 أيام الهدنه شو مصير المعركة والميدان العسكري في قطاع غزة؟ سيدي في هيدي معركة بحرب طويلة انتهت لمصلحة المقاومة، وهيدي كانت مثل زلزال. بعد بدك تنطر الهزات الارتدادية تبعها، الهزات الارتدادية على كيان العدو ومجتمعه، الهزات الارتدادية بالعالم العربي اللي كانوا قاتلينه ومخدرينه من 50 سنة لليوم، من وقت اللي مات جمال عبد الناصر. عمل يعني الشيء اللي لمسته اليوم رجع ذكرني بنبض الشارع العربي بالخمسينات والستينات. حتى في دول الخليج بمطرح ما في شعوب خي
ايه يمكن تعرف هناك ما في واحد يفتح تمه لأن ديمقراطية هذه دول ديمقراطية للآخر هي برسم الديمقراطيين اللي عندنا في شعب ايه امر طبيعي كبشر يقفوا الى جانب المظلومين وكانتماء عربي يقفوا الى جانب اخوانهم العرب والمظلومين ايه في نبض بالشارع العربي مختلف جدا عن الشيء اللي كنا شايفينه طوال 50 سنة او اكتر يعني 53 سنة هيدي بتقلي لوين بتوصل بقلك طول بالك الهزات الارتدادية مش هلأ بقدر بتكهن شو بتعمل بس بالمحصلة تنشوف إسرائيل خسرت ولا ربحت هلأ النتائج الأولية بسرعة هيك أول نتيجة هذا خط الهند الخليج إلى آخره العود بسلام تكتار وحدة تانية إسرائيل اللي كانت عم تجذب هالمستوطنين على أساس إنه القوة التي لا تخر بكرة رح بتشوف الهجرة المعاكسة من فلسطين اثنين ثلاثة الشغل اللي اشتغلته الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على تمزيق شعوب المنطقة على أساس طائفي وإثني وإلى آخره وآخر تجلياته كانت السني شيعي إجت هالمعركة وجرفته صح ولا لا فمن هون إيه كمان مثل ما قلت لك تعطيل قدرة إسرائيل حتى على الدفاع عن نفسها وبكرة بتشوف قدرة إسرائيل إن تزيد قوتها العسكرية محدودة قدرات المقاومة بعد بكر بعد في عندك أجيال هلأ كانوا من الشباب والصبايا اليائسين بمعركة طوفان الأقصى رح بتشوف إنه أعداد المقاومين رح بتزيد والإقبال على التدريب وإلى آخره رح بيزيد بشكل كبير فإذا الآن في أرباح متحققة الهزات الارتدادية رح بتضاعف هالأرباح بفريق اللي ضد السيطرة الأمريكية الإسرائيلية ورح بيضاعف الخسائر عند العدو ومن هم وراء العدو اليوم الإنسان العادي أستاذ نجاح وكيم يلي ما بيعرف يقرأ بالسياسي أو يحلل أبعاد هذه الأحداث رح يجي يقول لك انه كل هيدي المؤشرات انا مش قادر شوفها عم شوف بالمقابل دمار في غزة والاف الشهداء بقول له عمرك ما تشوف اذا ما بدك تشوف عمرك ما تشوف اذا الواحد ما بده يشوف طيب ليش عم تعطى ليش عم تحكي سياسة روح اشتغل شغلة تانية لا نحن عم نحكي للناس اللي ممكن يستعملوا دماغهم ويشوفوا حر لك هلا انا اذا قلت لك اما المقاومة فقد منيت بهزيمة شنعاء هذا اسمه تحشيش المقاومة انتصرت فيقول نعم هلا يزال يحيى السنوار يتلاعب باعصاب الصهاينة حضرتك ذكرتها باحدى تغريداتك هلا انا بعرف انا وقت اللي قلت انه عم يتلاعب باعصاب الصهاينه والوسطاء والوسطاء يا حي بدليل النتيجه يلي وصلوها اليوم قصه وقف اطلاق النار طيب خلينا نشوف تعال اسرائيل شو كانت عم تقول بدي اقضي على حماس بدي احرر كل المحتجزين وبدي سيطر على قطاع غزه قالت هالشي ولا لا؟ صحيح واللي بتعلن شي وما بتقدر توصل له بتكون ربحت ولا تتراجع بأهدافها يا حي التفاوض صار مع مين؟ على إطلاق الأسرى مع حماس فإذا القضاء على حماس ما تم الشغلة الثانية
ما عدت القصة راح من حرر الرهائن، صارت القصة تبادل. ومن الأول اللي كان عم يحكي بالتبادل المقاومة بغزة، اللي كان رافض التبادل إسرائيل. وصلنا للتبادل إيه أو لا؟ فإذا يعني بكل المعايير مين اللي عم بينتصر؟ أما اللي عم بيقولوا هلأ كتير صار قلبهم رقيقها، شوفوا الدمار بغزة يا حرام. بالحرب العالمية الثانية بستالينغراد كانت أعداد القتلى من الروس، ناس وأطفال ونساء والأخرى، أضعاف القتلى من الجيش النازي. بس اللي رح معركة ستالينغراد إن الروس. وهون معلي شيء خليني شبه، كنت قلت لك معركة 2006 عطلت قدرة إسرائيل على شن الحرب، معركة طوفان الأقصى هزت كتير قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. بالحرب العالمية الثانية قبل معركة ستالينغراد كان هتلر ماشي بهالدنيا مثل السكين بالجبنة. خسارته معركة ستالينغراد عطلت قدرته على الهجوم. بعد كم شهر صارت معركة كورسك، خسرها تعطلت قدرته على الدفاع. ومن كورسك إلى برلين بدأت مسيرة انهيار النازية. وأنا بقول لك من طوفان الأقصى إلى إسرائيل على طريق الزوال، وهذا هو الحل، ولا حل سواه. في ضمان اليوم برأيك أستاذ نجاح أنه ما تخرق إسرائيل هيدي الهدنة بعد يعني جهود طويلة لنقدر نوصلنا لها؟ الضمان الوحيد أنه بتخرق بيخرقوا، يعني الطرف الثاني مش أنه رفع إيديه، الطرف الثاني مثل ما هني عم بيقولوا بعده أصبعنا عزنت. بتخرقوا بنخرق. وعلى فكرة يعني بالمعلومات رغم كل الدمار اللي صار والمآسي اللي بتبكي، قدرة المقاومة من الناحية العسكرية لم تتأثر ولم تتقلص ولا نتفة، لا تزال بنيتها العسكرية متماسكة 100%. حوثيين العملية اللي قاموا فيها والتهديدات اللي أطلقوها واللي تنفذت دغري بعد ساعات من إعلانه، كيف كمان بتشوفها؟ هل سرعت نوعا ما بعملية الهدنة؟ هل ممكن تسرع بعدين بإنهاء الواقع العسكري في قطاع غزة؟ قلت لك هذا القتال كان بين محور مقاومة ومحور رأس الحرب في إسرائيل. وأنا كتبت بتغريدة إنه عرفتوا الآن ليش كانت الحرب على اليمن للسيطرة على باب المندب، أهم مضيق أو ممر مائي للتجارة الدولية. بهاي المعركة بالشي اللي عملوه اليمنيين أكدوا سيطرتهم على باب المندب. هذا شيء كتير مهم. أرسلوا طائرات ومسيرات وصلت على الكيان الصهيوني. مظبوط. ما في شك إنه كل الأداء، يعني من أداء أنصار الله لأداء الحشد الشعبي وضربه لمواقع عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، إلى الأداء الرائع للمقاومة اللبنانية، كلهم هولي بشكل متكامل وصلوا لهذا الانتصار. ما حصل هو انتصار، ويعني وصلوا لهذه الهدنة اللي بتعكس انتصار محور المقاومة وهزيمة إسرائيل. دنهي معك أستاذ نجاح. اليوم افتراضاً حضرتك نائب ودعيت لإلقاء كلامي ببرلمان العربي، حضرتك دائماً عندك نقم اليوم على دور العرب إن كان بالقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا، شو بتقلون؟ بقلون يلعن أبوه هالـ22 دولة عربية بكل الإمكانات اللي عندهم والثروات والرؤساء والملوك وإلى آخره، اللي ما قادرين يفتحوا معبر يمرقوا فيه حليب
لأطفال غزة وبس هالقد.